واخيرا معنا ببرنامج 24 ساعه بقرب الحبيب المشترك ابو سمير. رفيق ابو سمير لو سمحت. اوكي الرفيق ابو سمير. رفيق ابو سمير انت وصلت معنا للنهائيات، وصلت معنا للعبه 30 ثانيه. 30 ثانيه رح اسالك سؤال بدك تجاوب بكلمه واحده، جوابك ما بده يتخطى 30 ثانيه وتتربح ولا بتخسر. نحن لها انت لها، يعني اذا بتجاوب وبتزيد عن 30 ثانيه سوري بدي اعتذر منك. لا ما تعتذر، احنا ما بنخسر ابدا. فاذا اعزائي المشاهدين خلينا نبلش. اول سؤال بيقول شو هي اغنيتك اللبنانيه المفضله؟ نقلي احلى زهره. شو هي اغنيتك العربيه المفضله؟ يا زهره في خيالي. شو هو مسلسلك المفضل؟ زهره وازواجها الخمسه. شو هي اكلتك المفضله؟ زهره القرنبيط. شو هو شرابك المفضل؟ زهورات. شو هو الكوكب المفضل عندك؟ كوكب زهره. مين هي الممثلة المفضلة عندك؟ زهرة العلا. ومين هي المطربة المفضلة عندك؟ زهرة الجزائرية. برافو أبو سمير، برافو أبو سمير، قدر يجاوبهم كلهم وأقل من 30 ثانية، بس غلبطت بجواب واحد، هي وردة الجزائرية مش زهرة. هلا اسمها وردة بس بالأول كانت زهرة. برافو أبو سمير، برافو. وهلا صار لازم تاخذ جايزتك، جايزتك رح تقضي 24 ساعة مع الحبيب، والحبيب هو سياسة. تحذر مين؟ طبعا الرفيق انطوان زهرة. لا يا ابو سمير، لا لا رح تقضي. حبيبي يا ابو سمير. يا ولد قوم الحقني، الحقني قوم يا حبيبي، قوم. يا عمي ليه معصب؟ يا عمي ليه معصب؟ شو جنرال خبرني كيف رح تقضي هال 24 ساعة مع ابو سمير؟ بالطبع قد ما هو بحب الزهرة رح اطلع انا وياه على الرابية نقطف كل زهر الليمون اللي عندي بجنيني. شو؟ يا ربي ليش؟ لا 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 ما يغطى قلبك عمهلك. شكله عم يموت. عم يموت؟ هيدا من الفرحة رح يغمى علي، هلا برش علي مي زهر وبيصحصح. لا لا يلا يلا